مشاهدينا متابعين نحن وياكم، ومثل ما شايفين نحن صرنا بالمطبخ مع كوستي كوتسي. اهلا وسهلا فيك كوستي. كوستي حضرتك لاعب رياضي، لاعب كره السله، سبق وانه استقبلناك السنه الماضيه، حكينا عن نشاطاتك الرياضيه، وهالمره واكيد حضرت لنا اطيب كوكتيل لانك كمان خبير كوكتيل، مش بس خبير بالرياضه. اليوم حضرتك موجود معنا لحتى لانه اليوم مخصصين الحلقه للافوكا، وموجود معنا لحتى تحضر لنا اطيب افوكا او اطيب كوكتيل افوكا. كوكتيل افوكا صح. يا اهلا وسهلا فيك. بشو بتحب نبلش؟ شو بتحب تخبرنا؟ شو عندنا انجريدينتس؟ شو هو سبيسيال اللي اليوم بدنا نحضره غير عن السنه الماضيه؟ اوكي، اول شيء نحن الافوكا مثل ما بتعرفي انت، بس فوتي على محل كوكتيل ايذر رح تاكلي افوكا او رح تاخدي شيء شقف، وعاده محل كوكتيل بينعرف من الافوكا، يعني اذا الافوكا عنده طيب هذا المحل كوكتيل بيكون ناجح. مثل ما احنا شايفين اليوم قدامنا، اكيد دائما الفواكه هي اساسيه للتزيين لكبايه الافوكا، لو احنا ما رح نعمل شقف رح نعمل بس الافوكا. اوكي، شايفين عندنا قشطه، عندنا كيت كات، عندنا موزه، وبدي استعمل نسله وبدي استعمل نوتيلا. هيدي اذا بدك لزيني اكثر من فوق، يعني عاده كبايات الكوكتيل بيجوا مزينين بالفواكه بتكون شوي هيلثي اكثر. هيدي الكبايه بدي اعملها شوي للشوكليت لافرز، يعني اذا بدك فيها نيوتيلا وفيها نسل، يعني هيدي بس هي وعم تنزل هلا بتشوفوا المنظر. كوكتيل افوكا ممكن الواحد ياكله بحياته بغض النظر، اكيد ما رح بدنا نطنش على الكالوريز اللي بتحتويها، اكيد نحن هلا اليوم بلا كالوريز. اذا بدك ما تطنش على الكالوريز فينا ما بنحط ساعتها القشطه، بتحطي لوز وعسل على الراس. بدنا نعملها عصوله اليوم، موجود أكيد. معنا بدنا نعملها عصوله أكيد. خلص اللي بده اليوم يتذوق اطيب كوكتيل، خلص ما له الا يجرب هيدي الشغله ويجرب هيدي الطريقه. بدك كيف نبلش؟ اذا بدك بلش انا رح اقول انا مثلا الانجريدينتس يلي بدنا نبلش نستعملهم، هي اول شيء اساس الخلطه دائما اكيد يلي هي الافوكا. عندنا نحن بيكون شو اسمه، بيكون مثل ما نكون شايفين الخفاق، بدنا نحط بقلبه الافوكا نعبيه هون. يوجوالي الخفاق تبعنا نحن هيدا بنعمله 2 لتر هو بساعة تقريبا، نحن رح نعمل اليوم 1 لتر. اوكي، يعني تقريبا بدل ما نحط 12 ل 13 شقفة رح نحط شي 7 شقفات. اوكي، النص تقريبا افوكا النص يعني تقريبا وبيعملوا لنا كم كوكتيل تقريبا؟ كم نعم؟ كوكتيل بيعملوا لنا؟ حسب قد ايه كبر الكباية، يعني اذا كباية كبرى مثلا ميديوم 400 ملي لتر، ل 2 لتر بيعملوا لك تقريبا شي 5 اذا مش غلطان، 5 او 6 يعني بيعملوا منيح. كوستي نحن السنة الماضية لما استقبلناك كنت بفريق ميروبا. صح مظبوط. السنة هلا بما انه موجود معنا ما فينا نحكي باسكت شوي، استغل الفرصة لحتى نحكي لك شوية باسكت، أكيد لمحبي الباسكت يلي هلا عم يتابعونا. السنة الماضية كنت بميروبا، فريق ميروبا، السنة صرت بالرياضة. مظبوط. الفرق النقلة شو بتقلنا؟ هلا النقلة شوي كثير بعيدة عن بعضها، يعني مثل ما بتعرف أنت ميروبا هديك السنة كنا نحن عم ننافس بين آخر فرق. صحيح. هلا الرياضي مثل ما بتعرفي بطل لبنان هذيك السنه، وهلا ربحنا بطل اسيا، يعني من فريق شوي كان عم ينافس تحت لفريق عم ينافس على البطوله، في فرق كتير كبير بين في استحقاقات مهمه كثير. صح 100%. مثل ما هلا طالعين نحن على دبي مثلا، عندنا بطوله دبي، وشهر زياد بعد شهر يعني كمان عندنا بطوله غرب اسيا، فدائما في فيها سفر وفيها بطولات خارجيه، وعندك البطوله الداخليه اللي هي اساس لنا، يعني هلا صرنا بس نخسر بتحس انه في جو ملبك، قبل كنا نخسر تحس انه اوكي اذا خسرت قليل ايه عادي، مقبولة. هلا بطلت هلأ مقبولة. مقبولة ابدا مش مقبولة. رح تطلعوا على دبي انتوا والحكمه والمومنتمنت 100%. رح يكون باي تاريخ بطوله دبي؟ 17-18 شهر ل 26 18 ل 26 هلا نحن شفنا حطينا حليب. صح 100%. اوكي، وانا بحلل هون الحليب المكثف. صح، رح حليها بدل ما احط سكر انا مثلا او احط عسل، بدي حليها بشويه حليب مكثف. نعم رح احط شوي، ما حطينا كثير إيه قبل ما نحط الشوكولا. الشوكولا مش بقلبها للاخر، هيديك اللزينه انا بدي استعملها. اوكي، يعني. والبسكوي كمان للزينه. والبسكوي كمان للزينه. هلا اول شيء بندوره شوي صغيره كرمال ما بنغطي او يلا؟ لا ما ضروري، ما ضروري. أوكي. ما ضروري نغطي. اوكي هلا هون انا بعمل هالحركة مثل ما انك شايف العقدة بتجمع الافوكا. اوكي، اذا ما نطلع شوي كريم بدها تصير، انتبهتي؟ هي بدها بعد اذا بنضربها بس 5 سكند بعد. يا
هلا صارت كريم وبطل فيها اذا بلاحظ حبوب من جوا ابدا صارت كريم على الاخر 100% هلا شو بنعمل؟ بنجيب كبايه هيدا القياس يعتبر هيدا الصغير الصغير هيدا الصغير ما بيعمل شيء هيدا هيدا ما بيعمل شيء لا لنا هيدا كثير منيح بكفي اوكي بدنا نعبيها هلا بدك تعتبر سينتيا طلبت منك اطيب كوكتيل يلا وهيدي اطيب كبايه لسينتيا جرب نعبيها اوكي ندعمها هي هلا بالزينه اي لتندعم بدنا ندعم نحط كفوف بدك كرمال نقدر نستعمل الفواكه اكيد هيدا كف وهيدا الثاني هيدا يعني هلا نحن من خلالك كوستي رح نتعلم نحن كيف نحضرها بالبيت اكيد ما هيدي هي هي الاساس تبعها يعني بناسبك هيدا الموضوع اكيد مش مشكله انك تعلمنا بس خليك شغله هو الاكل دائما فيه نفس يعني في انا عامل نفس الشيء يعني انا عامله مش مثل ما انت تعمله ما رح يمكن تلاقي نفس الشيء تعال عند كوستي ما تجي لعندي رح نحط شويه لوز اول شيء اوكي ما في عسل او المره ما في اليوم المره ما رح استعمل عسل اوكي اوكي ورح استعمل هاي الملعقة تقدر تشيل القشطة مرة القشطة أنا عملها بغير طريقة بدنا نوقفها للقشطة يعني أنا عمل مثل هيك شيء أوكي. أوكي لا مدعم مزبوط مدعومة أكيد أنت طلبتوا شيء مدعوم تاخذوا شيء مدعوم أوكي أوكي هلا يوجولي عنا الفراز اوكي بدنا نجرب نقطعه قطع نقطعه في عندك كاتينج بورد فينا نقصها لهون فينا نقصها لهون 100% تفضل ثانك يو هذا الفراز رح نقصه بهالطريقه اوكي هذه وحده ثانيه شوية أناناس واحد بالنص اوكي قالك ليش هلا بدي افرطهم انا بايدي اوكي بدي اخذ نص موزع عم بيداهمنا الوقت يلا على السريع قد ما فيا سوري رح استرجع لك شوي صغيرة بس اوكي جرب اخلطهم انا شوي مع بعض بدي اعلقهم اوكي عرفتي شو الفكرة؟ عم نزين يعني هلا انتم عم تستعجلوني لا ما انا عم جرب قد ما في لا اوكي دايما انت بتعرف كوستي دايما الوقت بدهمنا على الهواء هلا وبدنا اطيب كوكتيل كمان مطلبين كثير نحن ما بعرف مطلبين سامحنا ما بيأثر حليب المكثف المحلى بنرجع خلاص بنشيلهم لا شو اوكي خليها هون سبع اوكي هلا هون هاي الحركه هيدي انا رح اعرف اعملها اكيد لا حط النسلة عليها اوكي هي. نرجع نجيب نرجع الشوكولا اوكي ما بتخيل حدا عم بشهيني من بعيد ما عم بشهق ما معقولة مش معقولة مش ممكن هلا لوين بدها تروح اول هلا اول بناخذ الكيك كات بنحط البسكويت بنحط اصبع هيك بسكويت اصبع هيك اوكي بون ابيتي سينتيا يكون صار في عنا ثانك يو هيدي الكبايه قدامكم اطيب كوكتيل ميدان كوستي كوتي اهلا وسهلا فيك شكرا لك ميرسي لكم وجود لك بالبطولات المستحقه ان كان بدبي او بغرب اسيا اكيد لازم نربح لازم تربحوا اكيد اهلا وسهلا فيك واكيد بلبنان ما في شك مشاهدينا من كوكتيل افوكادو ساندويتشات بهالريبورت